السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة اصنع ركب الليجو. طبعا اليوم نعلمكم كيف تسوون مسبح. طبعا مو اي مسبح، طبعا مسبح عميق. الحين نبدأ. اول شيء ناخذ خلي دي القطع، ناخذ دي القطع اثنين، نوسع ذي القطع، نحط القطع زي كذا، ونحط القطع الثانية زي كذا، وطبعا هذه القطع الثالثة تكون زي كذا زي ما تشوفون، تكون زي كذا، والثانية تكون زي كذا زي ما تشوفون. الحين شكل النهائي الأول. الشكل الثاني هذا الشكل الثاني. ناخذ ذي القطع، وزي هذا ذي القطع، ذي الكثير القطع، ناخذها ونحطها هنا. تعالوا معي. ذي الأولى، طبعا ذي الأولى لا نخلي فيه، شفتم نخلي فيها، بقي لها حبة. لازم تكون عندكم زي ذي القطع، لكن من زمان عندكم زي ذي القطع، عندكم كثير من ذي القطع، خذوها وحطوها هنا. طبعا الشكل النهائي شفتم، ذا الشكل، وذا الشكل الثاني زي ما تشوفون، ذا الشكل الثاني. الشكل الثاني يكون زي ما تشوفون زي كذا. طبعا سوينا زي كذا صح؟ أجل ناخذ ذي ونحطها هنا بالضبط، وناخذ ذي الثانية نحطها هنا بالضبط. لكن شيء ثاني شكله ما في شيء ثاني، لأن شكل الأشياء الثانية ضايع. لا شكله مو ما في شيء ضايع، لأن عندنا ذي القطع الأربعة، ذي القطع الأربعة زي ما تشوفون. ناخذ حبة واحدة اثنتين، وناخذ من الثانية واحدة اثنتين، وبس. هذا شكلها النهائي. الشكل الأول شيء بتنصدموا في شكلها النهائي، بس ها تشون لايك، تنشرون المقطع لكل الناس اللي تعرفون. شفتم دي القطعة، ونحط ثاني قطعة، أيوة نحط دي مثلا، طبعا ناخذ ذي القطعة ونحطها هنا بالضبط، وناخذ ذي القطعتين، ناخذ ذي القطعتين زي ما تشوفون، ونحطها هنا زي ما تشوفون. طبعا خلصنا الشكل النهائي. شوفوا شكل عجيب. الشكل الثاني حط واحدة زي كذا، الحين يكون زي كذا بالضبط. الشيء الثالث ناخذ ذي وذي، وذي القطع الباقية نخليها لشيء. لا 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 لا، لما ناخذها خليها هنا، وناخذ ذي بدلها. بدل ذي القطعة ناخذ أربع قطع مختلفة. طبعا ناخذ ذي القطعة، ناخذ لا 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 لا، ناخذ ذي القطعة، طبعا ناخذ ذي القطعة بس مو مسبح،
مو يكون شكله زي كذا، يكون شكله زي كذا، يكون شكله كذا بالضبط بالضبط بالضبط، بس إنها صح بعيد شوي، بعيد عنها شوية، بعيد عنها شوية صح. الأشكال مو نفسها. طبعا ناخذ ذي ونبدلها، نحط بدلها ذي، عشان ذي عشان ذي. وثاني شيء ناخذ ذي القطعة، شيء ما تشوفوه، وناخذ ثاني شيء ذي القطعة، ومع لا مو ذي القطعة، ناخذ مع هذه القطعة نرجعها هنا. زي ما تشوفون هذا الشكل النهائي. كم تقيمونه من 10؟ قولوا لي، اكتبوا لي في التعليقات كم. طبعا ذا الشكل. طبعا ثاني شيء مو كذا، ما خلصنا. ثاني شيء ناخذ ذي وذي، بس ذا المسبح ما خلص، لا مو زي كذا. تفقعون تفقعون ايش ايش ايش. طبعا ناخذ زي كذا نحطه كذا عشان يكون مسبح، عشان يطول مسبح زي ما تشوفون، زي ما تشوفون تكون القطع زي كذا. طبعا طبعا صح صح، انتم يا متابعين، انتم ما ضيعتوا حياتي، انتم اسعدتوا حياتي. طبعا قولوا ليش نخلي دي، عشان ناخذ دي نخليها كذا، طبعا احنا مو اول عشان نحتاج في القطع، ولازم لازم ناخذ ذي القطعة، ناخذ ذي القطعة الثانية صح، طول منها. طبعا ناخذ ذي ونحطها، طبعا زي ما تشوفون شكلها النهاية زي كذا، شكل النهاية عجيب. وبدالها ناخذ ذي سنتين وذي القطعتين. زي ما تشوفون ترى ذي القطع أنا كثيرة جمعتها، زي ما تشوفون. طبعا ذي القطعة يوم قلت لكم، يوم سويت ذيك اللعبة مائية بقول لكم بسوي مسبح، وسويت. أنا أوعد كل شيء. فطبعا هذا شكله النهائي. طبعا ما خلصنا. قولوا ليش. طبعا أنتم هذي خطة، لأن المسابح ما يخلونها زي كذا، يخلون منها مسابح قوية، مسابح صغيرة، مسابح كبيرة. طبعا الشكل النهائي كان حلو صح. طبعا خلصنا نهاية الفيديو. طبعا لا مو خلص نهاية، تكون ذي زي كذا، ناخذ زي ذي القطعة زي ما تشوفون،
ونحطها زي كذا. ذا القطعة شفتم ذي الشكل النهائي، عجبكم صح؟ إذا ما عجبكم فاكتبوا لي في التعليقات مين اللي عجبه ومين ما عجبه. كده النهاية زي كده بالضبط. طبعا تعرفوني تراني انا، تحسبوني انا هذا، بس طبعا انا زي ما تشوفون خلصنا، انا خلصت. طبعا انا متدرب عليها لي سنوات وانا ابغى اسويها، سويتها. طبعا هذا الشكل النهائي. لا تنسون لايك وشير، لا تنسوا انشروها في المقطع، ومع السلامه.